سميتو عمر، عمر ديالي 30 31 سنة. العفرة ديالي كنبيع على الزهر، كاع الناس يعرفوني انا، ماشي غريب عليهم، انا كنبيع عليهم بالزهر. انا كنخدم النهار كامل، كنخدم في العشرة حتى يقرب المغرب، وخصني نصلي الصلوات ديالي، خصني نتهلا في الصلاة ديالي، القناعة دي فوقني ليها الله، هدا جالس وكنترزق على الله، اللي جات مرحبا بها، اللي مشات الله يهنيها، باش انا نتلحل هنا نقول لها على رزق ولا نطلبوه؟ لا، بس ما نقولهاش بحال هكا، قال لي الله رزقي، كفى الله المؤمنين القتال، صحيح. المهم انا هو المترجم يعني ديال هاد اللغه هادي اللي تيهضر بها هاد السيد هذا، باش هو المغاربه مزيان، فهمتي؟ انا هو المترجم، فهمتي؟ تحياتي. بغا يقول السيد سميتي عوار، عمري 31 سنة، انا كاع الناس تيعرفوني انا تنباع عليهم الزعتر، تنخدم النهار كامل، تنخدم في العشرة حتى يقرب المغرب، وخاصني نصلي الصلوات ديالي ودعا على المسؤولين ديال هاد البلاد هادي، يعني يدعى في إمامهم، فهمتي؟ ونتهلا في الصلاة ديالي هادي موفقني فيها الله، وتترزق على الله، اللي جات مرحبا بها، واللي مشات الله يهديها، باش نتلاعب على المسؤولين ديال هاد البلاد هادي، نقول لهم عطيوني رزقي وحقي من الفوسفات والذهب والثروة السمكية، ولا نطلبهم ولا مخصنيش نقول لهم، بحال هكا غادي يدبر عليها. يعني بعد يجي واحد شي حاجة راه غادي يجي يعطيها لي، كيجي من فيما كان غادي يجي، بلا ما محتاج أنا تليفون ولا محتاج نقول ليه ألو راه فين كاين ولا حاجة. تا يجي جابتو المناسبة ناخدها، ما جابتو الحمد لله في الدنيا هانية، ما غاديش نطمعو في بنادم نقولو ليه راه عطينا. بغا يقول في هاد الفقرة التانية هادي يعني الترجمة الصحيحة، فهمتي؟ الصحيحة من عندي أنا، داونا المسؤولية رزقنا صافي، والثروة كاينة في قرابة، عارفين هاد القضية هادي، وكون بغاو المسؤولين يعطيونا رزقنا راه ما غاديش نجلس هنا فوق في هاد الشمج هادي اللي مطلطة ليا في راسي ديالي نبيع الزعتر، راه المسؤولين عارفين فين كاينين، وعارفين المعاناة ديالنا. وكمواطنين ما نحتاجوش نمشيو نصدعوهم ولا نقولو ليهم، راهو عارفين بنادم يفهم راسو، هو هداك ما فهمش راسو ما عندي ما نقول ليه، ما نطمعوش فيهم كيف ما هما طامعين فينا، فهمتي كيفاش؟ ننصح الناس يكون فيهم القناعة، الإنسان يقنع، اللي يقنع راه شبع، شحال من واحد خرج على راسو بعدا بنفسه بنفسه، مش الإنسان اللي كي ينوض في الصباح ويمشي لك للقهوة ويجلس فيها يكمي بكمي الحشيش داك الشيء، اخرج على نفسه. المهم ولا تيقول لك تنصح المسؤولين، تنصح المسؤولين تكون فيهم القناعة، الإنسان يقنع يقنع راه شبع، فهمتي؟ شحال قدهم يبقاو يشفروا فينا، صافي راه المغرب قرب يهبط الريدو، وشحال من مسؤول خرج على راسو وخرج على البلاد، مسؤول تيتسنى غير الماندا باش يمشي يخسرها في البيران وما داير والو للبلاد، واش مسؤول تيفيق متبر وتيمشي للبرلمان ينعش فيه وهو تيشخر، هكا راه ضاعت مصالح الوطن والمواطنين. انا ما بغيتش نهضر في هاد الشيء هذا، داير راسي ما عرفوش ما فاهموش، لان سبق البير ترتاح في هاد البلاد هادي وتعيش في هاد البلاد هادي. دابا تتشوفني جالس هنا شاد الارض مع خودي كنبيع الزعتر ولا غادي ندبر عليها، فهمتي كيفاش؟ جاي باش يمشي للبورتابل، لا داك الشيء ما ندخلش ليه، ما عرفتوش ما والو، انا كنعرف غير نقعد دابا نبيع الزعتر هاد الساعه. تليفوني داك الشيء كنخليوه للناس اللي عند اللي قريب. شحال من واحد يقول لي دير التليفون، التليفون ما عنديش ندير به. المهم الانسان خصو يدير علاش يرجع للجنه، خصك تبقى في هذاك العمل حتى يدير لك الله التويل ديال الخير، والله اعلم. ولا في التليفون تيقول لي، والتليفون وداك الشيء ما خليلو المسؤولين ديال هاد البلاد هادي، لان التليفون هو باش غادي هاد البلاد هادي، خاص الانسان يدير علاش خاصو يرجع للجنه، فهمتي؟ وغادي نرجعوا ليها ان شاء الله، حيت المغرب هو جهنم، فهمتي؟ هذه المغرب هو جهنم، فهمتي؟ لا غبار عليها. والمشكله عندك غير يكون شي جحيم قال لك المغرب هو جهنم، يعني دابا حنا راه عايشين في الجحيم، فهمتي؟ حنا عايشين في الجحيم، والمشكله عندك غير يكون شي جحيم اخر ليها، يعني تما الله عليه. حج لمن استطاع اليه سبيلا، ما غاديش نطلب انا شي واحد نقول ليه عطيني فلوس باش نمشي للحج، لا هذاك ماشي حج هذاك. الا من هاد العمل هذا، الا باغي الله تمشي للحج خصك تمشي بهاد العمل ديالك. الحج راك عنده الشروط ديالو، خصك تدي فلوس، ما فلوس هي حيه ماشي هي ميته. وبالنسبه للحج بغا يقول لكم الحج لمن استطاع اليه سبيلا، يعني بحال دابا الحج المسؤولي ديالنا هذاك ماشي حج، هذاك واش بنادم
ضرب الميزانية تقاو غادي يطوب على الكعبة، اجي دير الطواف غير على الفقراء والمساكين ديال الجماعة والمدينة اللي شاد فيها المسؤولية. الحج خاصك تمشي بفلوسك ماشي بفلوس تشفر، فهمتي؟ الحج عنده الشروط ديالو، ماشي غير اللي بغا يبدل السمية يولي حاج يطلع لمكة يدير تما الماراطون، فهمتي كيفاش؟ بالتعاون معايا خصو يشري من عندي، ماشي التعاون معايا خصو يشري من عندي، حين ترى عندي هنا المقابل ديال واحد الحاجة، ماشي كنشفر ولا حاجة، شي دايرو بالنية ديالي ماشي. لذلك يعني خاص المسؤولين ديال هاد البلاد، الرسالة المهمة اللي كيقولها يعني المسؤولين ديال البلاد، فهمتي؟ خاص المسؤولين يتعاونوا في بناء الوطن وليس تخريب الوطن بالنهب الوطن وسرقة الوطن، لأن المقابل ديال تحمل المسؤولية هو خدمة الوطن ماشي نهب الوطن، فهمتي؟ هذا ما طلع، انا الحمد لله الله واخا ما عندي حتى حاجه، فهمتيني؟ الى يومنا هذا ما عندي حتى حاجه، ولكن عندي الله ما تنساش هاد القضيه. انا عندي والديا بخير على خير، خصهم يعيشوا حتى هما على قد حالهم ويعرفوا هاد القضيه هادي. اللي عنده صحته الحمد لله، ولكن كاع اللي ما لقى صحته وما لقاش يدير بيها وكان اللي دعا لحوايج اخرين، رحنا راه غير دار فينا الله الخير، هذا ما عطى الله، والحاجه اللي بغاها الله هي اللي كاينه فقط. المهم وبغى يقول في الاخير هذا شعارنا، هذا ما عطى الله، وحنا عندنا الله، وخاص بنادم يعيش على قدو حيت اللي عنده صحته يحمد الله، وحنا راه داير فينا الملك الخير وخلينا عايشين في هذه البلاد، والحاجه اللي بغاها سيدنا هي اللي كاينه، فهمتي كيفاش؟ واخا خاصنا الحقوق وداك الشيء، فهمتي؟ لكن عاليه وبركه غير المسؤوليه ديال سيدنا، فهمتي؟ ديال سيدنا الملك يعيشوا في هذه البلاد، حنا نبقاو بوفري غير منسنو تنسناو الجنة، هذا مكان وصافي، يعني سالت الرسالة، فهمتي؟ وتحية لي ولا بغيتي تشارك في القناة ديالنا الله يرحم باك، إلا ما شارك درت تما شي سبسكرايب ولا شي لعيبة على هكا، فهمتي؟ الله يرحم باك، أوكي؟ يلا الله يعاون، وتلاح من هنا الله، أنا بغيت نشوف فيك، أنا هو المترجم، تحية لي، الله يعاون، باي باي.